بابتسامة وخفة ظل تستقبل زبائنها في ورشتها بالسليمانية التي خصصتها لإدامة وتجهيز السيارات بأنواع الدهن. شادية الكردية تقول إنها تحدت كل الظروف ودخلت هذا الميدان كأول امرأة على صعيد العراق وأقليم كردستان. الظروف الاقتصادية هسه كردستان وضع مو زين، يشجع الواحد إنه يعمل عمل ثاني مع عمل الحكومي اللي يعمله. عملت بهذا المجال حتى أشجع النساء الباقيات إنه يعملون بمجال تصليح السيارات، يكون نفتح المجال للنساء تعمل. شادية اختارت إحدى قريباتها للعمل معها في الورشة. تقول الأخيرة أن هذه المهنة لا تخلو من متاعب. هي فرصة جيدة لنا كنسوة للعمل. للأسف هذه المهنة تتطلب تواجداً دائمياً، ونحن لدينا مهام بيتية كما تعلمون. اختلف الرجال من أصحاب السيارات في تقييمهم لعمل المرأة في هذا المجال، فهناك من يعتقد إنها لا تليق بالجنس اللطيف كونه يتطلب مرونة ونوع من القوة الجسدية، في حين يعبر البعض الآخر عن قبوله بفكرة ممارستهن لهذا العمل. فالمرأة بحسب هؤلاء غالبا ما تكون شفافة ومنصفة في التعامل مع الزبائن. المرأة تكون يعني شغلاتها غير هذا العمل، هذه الشغلة اللي احنا نلاحظها هذه شغلة رجالية يعني مو شغلة نسائية. هي فعلا نموذج جيد للمرأة، تحدث المجتمع، تحدث حتى نفسها. المرأة تكون تعاملها سلس وجيد وحلو.